عندنا تبرك مشروع وتبرك ممنوع تبرك يا اخي تبرك انت صاحب الكتاب مشروع وممنوع التبرك المشروع اما ان يكون بامر شرعي او بامر محسوس اذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من التبرك المشروع الى التبرك الممنوع والتبرك الممنوع من الشرك الاصغر وقد يصل الى الاكبر مثال قراءه القران بركه تبرك مشروع ثبت بهذا بالشريعه صحيح هذا الاخ يقول انا اقرا القران لماذا قال اتبرك بقراءه القران يا رجل قال نعم لان قراءه القران بركه والتدبر بركه والعمل بركه والتداوي بركه صحيح هذا تبرك بامر مشروع ثبت بالشريعه مفهوم طيب يقول كتب شيخ الاسلام كتب الائمه الاربعه وضع الله سبحانه وتعالى في علم هؤلاء بركه صح نعم تبرك محسوس نعم واذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع الى ممنوع بركاتك يا سيدنا الشيخ يتمسح في بعض المشاه صحيح والله هذا تبرك ممنوع زارتنا البركه لا يا رجل ما في زارتنا البركه بركه من من؟ من الله في احد تمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم او قال زارتنا البركه؟ لا تمسح بجدران الكعبه التمسح بالحجر الاسود ممنوع حجر لا يضر ولا ينفع تتبرك بالتاسي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم تقبل تعلم انه حجر اما تمسح على نفسك وعلى اولادك وتاخذ الثياب وتمسحها على الكعبه او على حجر اسود هذا تبرك ممنوع تربة القبور أحد والله لا يغني عن أحد شيئا ولو كان يغني لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليه شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وقتل بعض الصحابه في أحد رضوان الله عليهم الذي ينفع ويضر هو الله إذن عندنا التبرك مشروع ممنوع المشروع إما بأمر شرعي تلاوة القرآن أو بأمر حسي علم الأئمة الأربعة مثلا أو يقول هذا المسجد مسجد مبارك بماذا نتمسح فيه؟ قال لا عقدت دورات وكذا مثلا هذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب مبارك انتفع الناس بهذا الكتاب لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من تبرك مشروع إلى تبرك ممنوع أمر الشيخ ابن باز رحمه الله بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع أنه كان أناس من أهل السنة يسافروا إلى الدرعية حتى ينظروا المكان الذي كان يدرس فيه ويدعو فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذا تبرك ممنوع أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم هذا البيت الله يا أهل المنطقة قلوا ما نعرف الآن مكان البيت ولله الحمد يعلم التوحيد والف في التبرك وياتي بعض الناس وياخذ هذا الناس.